رجعنا من جديد للجزء الاخير من الحسنتين اليوم. ما زلنا المقابلات نكملوا نحكي عليهم. احمد بدا معك انت يا احمد الصالح. اتحاد طاوين نهزم ضد الجي اس او 4-2. العمران ظهر لي قال تاكد ظهر لي ملاعبيه شبين ملاعبيه ممتازين ما مش معروفين برشا لكن المستوى الفني بتاع الفريق ممتاز جدا. والله انا نايدك في كلامك سلام. كما حكينا على جرجيس وبيجا زاد العمران عندهم فريق تبارك الله فريق يلعب كره جميله كره مزيانه رغم اللي ما فيهم حتى ملاعبي محترف وتقريبا ملاعبي أجنبي محترفين يعني نقصد على الأجانب و... وهذا مش غير واحد مش محترف راه وانت انا مش محترف لا يعني هو مش غريب وقت اللي يكون معناتها ملاعبي قديم وملاعبي متشبع بكره القدم كيما عبد السلام بوحوش هو المشرف تو تقريبا هو المشرف على النادي هو رئيس فرع كره القدم هو رئيس النادي تقريبا هو لاعب شؤون النادي من دعاجوس كازات فريق سامباتيك على الاخر يلعب كره حتى الماتشات اللي خسرهم كونتر بيجا والكلوب افريكان كان معناتها قدم فيهم مردود طيب للغايه وان شاء الله يكملوا هكا لاخر السيزون. تعلق نصلك على سليمان بن قردان 0-0 كفايه المقابله ظهر لي كيف شفتوا التعادل للزوز فرق اللي قاعدين وضعيتهم في اسفل الترتيب سليمان عنده 6 نقاط في المركز العاشر في المركز التاسع مع المتلوي نفس عدد النقاط في حين اتحاد بن قردان مركز 13 4 نقاط مع السيابي. الحقيقة بون اتحاد بن قردان معناه الفريق هذا اللي ريناه معناه في وقت من الأوقات يلعب معناه في كأس الاتحاد الأفريقي وكان فريق ممتاز هذا ظروف بصفة عامة بن قردان اليوم ماهيش بن قردان معناه الفريق هذاك اللي نحكيو عليه فنيا كيف كيف المنع الانتداب هذا يا اسلام هو اللي اثر بارش على تحذيرات الفرق هذيا سورتو معناه رجعوا حتى في التمارين رجعوا معناه مخر بعد تبديل كيف كيف نتاع المدرب. بالنسبه لسليمان فريق قاعد يلعب معناه على حسب امكانياته سهيب قاعد يعمل في خدمه كبيره في سليمان ما تعرف الكره اليوم سورتو كي نحكيوا على فرق اخرى كانت منافسه لسليمان اليوم في اعلى الترتيب دونك ما على سليمان الا ان تخدم وتمن اللي راهو الفريق هذا ينجم يمشي لبعيد سورتو معناها يلزموا انتدابات في الميركاتو لازم معناها لسليمان. في لقطه قلت لي تحكيم مختار لا مش هي الماتش هذا صارت عليه شويه احتجاجات من بن قردان وديما نرجع نقول عنده الحق كما حكيت على محرز المالكي سي اس اس الكلوب علاش تعطي اربيتر من تونس يزف للسي اس اس كيما هذه الحاجه اللي اللجنه هشام ولا العروسي هو الحكم اسامه بن اسحاق بالنسبه لاسامه نتصور اصعب ويكاند تعدى لاسامه هو الويكاند هذا ما نحكيو على حومته نحكيو على مو سليماني هو اسمعني خلينا نكمل لك كي تبدا تحكي على منطقه انا كي نبدا نحكي على حمام نلف نابل وسليمان لا هو تونس هو يسكن في حمام نلف والجبنياني المساعد الاول سليم الجبنياني باش تقول لي زفر معايا ديما كي تسمي لي الاسم ما تعرفش ما ريتكش حتى ما تزفرت ديما كي يسمي لي الاسم انا هكا مشي معايا والله وبعد الحصه يجتني درجي يحكي لي على كارير وكذا سليم من متساكنين بورسدريه شنو بورسدريه وشنو سليم وشنو حمنلف وشنو سليمان صحيح هنا يا خويا راهو سيما ما مازال قدامه تعمل له مشكله اللي هو اكثر رغم انه صفر حاله تحكيميه ادى مقابله طيبه اكد البن قردان اللي كونه موجود رغم احتجاج بن قردان في ضربه جزاء انا حسب رايي لم تكن موجوده مقبلين نحب نتناقش معاك في حكايه انت ما حكم الجهه معينه هيك فما تيزاربيتر زفروا ليكيبات نتاعهم في ايطاليا كلنا زفر للناس كل علاش احنا في تونس حمام الانف برج صدريه بن قردان زغوان ما يا اخي خي علاه الاربيتر باش يمشي هو زفر للكلوب هكا انت زفرت للكلوب وعطيتها بينالتي اخي انا قلت لهم حطوني هما انا زاد يحصل لي شرف اللي زفرت للنادي الافريقي انا نعاودها ونقولها وخسرت النادي الافريقي على يديا في المنزه مع المرسي انت حبيت تخسر انت ما حبيتش تخسر انا اغزر عدلة السماء بالنسبه للصالحي كي يبدا يحكي لي على ايطاليا راو لازم الصالح يصبغ شعره اصفر ويلبس مونتي مش نحكيوا على نحكيوا على تونس نحكيوا على تونس راني انا ندخل بعضي معناتها مولود في حمام نلف انا مش نمشي لحمام نلف انا ماتش في محمد صاحبي ولا طارق صاحبي اونترونور راني نحكي يا احمد راني هو صحيح اما دو بريفيرونس يدي تحب ولا تكره حومتك تلقى ولاد حومتك تلعب
دو بريفيرونس ما تعطيش مش معناها راهي تمشي 100% عندنا مساله ما تروح كان عندنا في تونس في العاصمه ما يزفرش لو كلوب سبيرس احمد ولا بالعكس زاده ولا بالعكس زاده نجم يظلم ليكيب معناها اللي يعرفها معناها سوا دي زون باش يكون هو عادي في المقابله معناتها الحكم شو معناتها انت ما عندكش ثقه في الحكم يعني حكم ما عندوش مصداقيه هي معناتها في الحالات هذه ما عندوش مصداقيه الحكم انت تردوا ما عندوش مصداقيه موضوع مهم نحب ذا بين نحكيوا فيه اليوم باش تكون التسليم نتاع البالون دور اليوم الكره الذهبيه الحفل نتاع الكره الذهبيه خلينا ناخذ هكا كلمه كلمه على ترشيحاتكم شكون تشوفوا بون فينيسيوس جونيور هذا المرشح الاول لكن رودري نستناو مفاجاه ولا صعيب لا لا نتصور فينيسيوس الاول ورودري الثاني معنا يستحق خاطر برشا كلام انه بيلينغهام كان افضل من البيريود الاخر سورتو حتى ديبيوت سيزون سنسع بيلينغهام انا الحقيقه ما كانش في احسن حالاته وفينيسيوس الحقيقه اكثر واحد عمل ديفيرونس عمناو تعرف خلينا ناخذ فينيسيوس كيف 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 يستحق كوم روند مو يستحق حتى من زملائه معناها يحكيوا كل على فينيسيوس اروندمون تاع فينيسيوس اي سورتو ماني كان حاسم نحكيوا على رابط لابطال نحكيوا على المشاركات نتاعو ماني فريمون والستابيليتي زيد في الروندمون ماني فينيسيوس ماني من الملاعبيه اليوم للريال ماني تبني عليهم سورتو ماني ملاعبي تري رابيد ملاعبي شوف خرجت تو البالون دور من ميسي دونك تنجم تمشي لاي واحد ايوا ما عادش شكل التشويق قبل والمتعه تاع البالون دور قبل كان فما تنافس كبيره بار ميسي ورونالدو تلقى معاهم زوز ثلاثه اربعه ملاعبين نفسه نفسه بقوة توا تصور معناتها تقريبا فينيسيوس جونيور وحده تقريبا وحده ما فما حتى واحد كيسي ديستينغي والا تعلق هي خرجت التسريبات انه فينيسيوس لكن مثلا رودري نتاع مانشستر سيتي واسبانيا هز كاس اوروبا زاد مستوى كبير برشا مع السيتي الريال ماكينة الريال تخدم سلام اللي نقصوا حتى الكاليتي على مستوى العالم على مستوى كرة القدم العالمية نقصت مش كيف في تونس صحيح صحيح فينيسيوس جونيور كنا نشوفوا برشا ملاعبيه كل فريق في 10 ل 10 اللي معناتها لي دي كونديدا ترقام تقريبا فرد مستوى ما تعرفش شكون يهز زيدان تلقى رقم خمسة مثلا رقم في خمسة. اي يعني قلت لي ماكينه ريال اي ماكينه بتبيعها البالون دور ما تخرجش من الماكينه حتى بميسي وصلت ماكينه شنو ميسي كان في وقت من الاوقات مستحق اما فما احمد فما جينيراسيون طالعه باش تكون كونكورونس كبيره معناها كي تحكي على مبابي مازال صغير فينيسيوس مازال صغير لامين يامال مازال صغير 26 تو مبابي 26 مازال 5 6 سنين في لو نيفو تو هو مثلا نقولوا احسن من احسن لاعبين في العالم لكن كي تقارنوا بموهبه رونالدو ولا ميسي بعيد برشا شكون مبابي كان 20 سنه جاب كوب دي موند لفرنسا ما نجموش نقولوا على موهبه بعيده الحقيقة معناها تاو بوتيتر في بيريود خايبة مبابي ليكسيبسيون رونالدو ميسي معناها كما انا نتصور معناها تاو في الريال هو الحقيقة مشكلة في الريال اللي يلعب افون سونتر معناها مش البوست نتاعو ما يحبش يلعب غادي اي ما يحبش يلعب غادي الحقيقة كان معناها يهز دو تروا تشامبيونز ليغ مع الريال باش يوصل النيفو نتاع رونالدو يوصل انت مختار شكون تشوف انا والله يغزلني رغم اني محبين برشلونه ما كان دو كونتر اتاك في 86 دقيقه و95 نحكيو على البالون دور يعني مش كان كرا الراجل في 86 خذ الكره من 18 ودخل وبينيترا وزيد اكثر في الاخر راهو مالمو كي يوصل 18 الادفيرسير يطيح شويه يزيد بينيتر يدخل ويحطها الحقيقه ما تنجمش تحكي كان على فينيسيوس لكن هنا سلام علاش ديما السؤال حتى ما تروح علاش ما يكونش مره ديفونسور هذا كانافار ليه علاش ديما علاش الفيفا ما تعملش الاحسن اتاكون واحسن ديفونسور مظلومين لي ديفونسور اليوم زيد كيف معناها جات بيريود سيرجيو راموس كان معناها الحقيقه فان دايك كيبدا موجود ميسي ورونالدو زيد اتاكون يعمل ديفيرونس ما تنجمش فكره تنجم تكون به احسن ديفونسور في العالم مثلا هذا من الافكار مره سمعنا بها معناها الحقيقه ماتياس زامر فان دايك في وقت من الاوقات تقرب من الخزان الثاني راموس كان ديسيزيف ويماركي منع الريال بس الشامبيونز ليج جابها هو معناها كنت مشكلة راموس قدام ميسي ورونالدو كان جا راموس بالبيرفورمانس هذيك ينجم ياخذها فاسيلمون شكون ديفونسور تشوفه ينجم ياخذ بالون دور لا تو ما فماش كما قال احمد ما فماش اما قلت انا علاش ما يكونش فما في اللي ما فماش ينجم يخرج واحد يكون عنده على الاقل خاطر مظلومين راه فيهم لي ديفونسور انا بالنسبه لي انا حمزه بن عبده علي يوسف علي يوسف ياسين مريح علاش لا شفتوا شفتوا الحقيقه يا جمهور الافريقي المختار انا ذكري انا بربش فيه كابتن في ليكيب ناسيونال والترجي التونسي نورمالمون يدخل على الاقل في التوب 10
هكا عندنا في بربي يختمها هكا على المستلف ما تزيدوا هكا اختم البرنامج تقعد به يا على الاقل يا سيد مرياح يدخل في العشرين افضل اكسيال في العالم اي جيبوا غدا ما تيش لا موجود في الافريق موجود موجود في الافريق هو من ميش ديجا موجود في الافريق يزينا غادي يزينا خلينا غادي لا لا بلاستيك غدوة تيش توجو غدوة يبدأ الحسب بالمعلومة هذه ما نعرفش جدية قلتها ولا تفادلك لا جدية علاش مش من أفضل 20 واحد في العالم ياسين كابتن تاع ليكيب ناسيونال وما ادراك كابتن وشو فين عليه ديما احنا عندك النظرة الدنيا لأرواحنا والاستنقاص من هي على شنو على شنو على مستوى شنو ياسين مرياح محمد علاش ناقش فيه انت لاعب جي 80 ما بالكش حاجة ما نعرفهاش شو قائد في المنتخب ولاعب جي 80 ماتش ولاعب دو كوب دي موند حتى المنتخب كل عام يهز في كوب دافريك لا معناتها ككالية كسيفي كسيفي تلعب ما عندكش متى ما تقول لا يا اخي سيفي يدخل يخدم في شركة او سيفي سيفي اي معناتها اخي سيفي هذيك هكاك لا تحلى دزو عمل سيفي مو تاريخ بكاريير وعامله في الترجي في المنتخب قدم تشامبيونز ليج هز هزوز تعرف الحاجه اللي طمنا انا وسلام على صالحي مش باش تركروتي حتى يذاع بالافكار هذه شو قاعد معنا للعشر سنين انا جو سوي بيان في التلفزيون الوطني يعطيك صحة شكرا لك احمد الصالحي شرفتنا بحضورك اليوم ايضا مختار دبوس بارك الله فيك محمد الحاج علي يعطيك الصحة طارق العبدلي شكرا على حضوركم معنا شكرا للكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المد